مرحبا، انا طارق غانم. نحن اليوم بالجي بي ار. بالعاده انتو هيك بتشوفوني، عم روح على اماكن جديده، بضحك وبحكي مع الناس وبجرب اي شيء جديد بشوفه قدامي. هذا الشيء اللي أنا بحب صوره لحتى تشوفوه قدام الكاميرا، بس بالحقيقة أنا طالب جامعة عم بدرس صحافة وإعلام. أغلب وقتي عم بقرأ وبدرس وبتعب وبجمع معلومات من كل اللي حوالي. عندي كمية ضغط كتير كبيرة وما عم بقدر أروح وجرب أي مكان جديد. بخلص من هون وبروح على المونتاج، والوقت الطويل والتعب اللي بياخده شغل المونتاج وكمية التغيير والفيديوهات والصور والموسيقى اللي بسمع لها كل يوم. كل هالتعب اللي عم عيشه من مونتاج وتصوير وتكرار عم يخلق تناقض بين حياتي اليومية خلف الكاميرا وبين المحتوى اللي عم تشوفوه قدام الكاميرا. بس أنا طارق غانم قررت عيش هالتناقض وكمل فيه كرمال أعمل فيديوهات وأبدع فيهم وكمل بالشي اللي عم بعمله، وأكيد أوصل رسالتي لكل العالم، لأنه بنظري ما في شي بيوصل بالساهل.